يم العريس للشرود الجولية. متذكرة كيف تعرفت علي؟ عليك؟ متذكرة كيف؟ كان هو يلاحقني وأنا مش منتبهة، هو يفكر أنا مش شايفته كنت بالأساس. بعرف إنه أكبر مني، والله كتب النصيب، مثقفة ومتعلمة ست سعاد وفهمانة، هذا هو اللي عجبني فيها يعني. قال لي شو رأيك نتزوج؟ شفت أول إشي بعدين قلت له قالت لا. يم العريس للشرود الجولية، يم العريس للشرود الجولية، يم العريس للشرود الجولية، ابنك عريس واخذ أحلى صبية، ابنك عريس. الحب مهم بالحياة له، لأنه بيخلي الواحد مهما زعل مهما هذا يتغاضى عن الثاني. كثير تغار علي، حكيت مع واحدة بتغار منه. إلا الواحد يغلط، إلا هذا ساعات إنه بتحملني وهي نعمة، بديش أكثر منها يعني. بدون الحب إيش بني آدم؟ الحب أجمل إشي بالحياة، هو اللي بشعر بني آدم إنه طيب حي. صرت أشعر إنه فعلاً بحب يا هوبي، ويعني مش هالملكة الجمال ولا هالإشي، أما تصرفه وحره محرور علي دلني إنه فعلاً حب صادق. أمرار بطلب الطلب أول يوم رأساً بجيب لي إياه، ثاني يوم بقول له ضاع، واحد غيره عمره ما بيعمل لي، والله هو يعمل فيه ما أظني. الله يرضى عليك يا.